السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. طريقة إزالة مايكروسوفت إيدج من ويندوز 10 أو ويندوز 7. في سبتمبر الفائت أعلنت مايكروسوفت أنه لا يمكن إلغاء تثبيت هذا البرنامج بعد الآن، وأكيد عندما تقوم بالذهاب هنا إلى سيتينج ثم أبس تجد إيدج، فلا يمكنك حذفه فعلا، ولكن اليوم بهذه الطريقة السهلة يمكنك حذفه. عند إلغاء تثبيته ستلاحظ الفرق في سرعة حاسوبك. فإلغاء تثبيته ليس إلغاء تثبيته كاملا، وإنما سيعود إلى نسخة أقدم حوالي 57 على ما أظن، ولا تهم. المهم أننا يمكننا حذف آخر التحديثات. كيف ذلك؟ عبر CMD أو PowerShell. نقوم بفتح CMD من هنا، Search CMD، نقوم بفتحه ب Run Administrator هكذا. هنا نستخدم هذه الأكواد. الكود الأول هذا هو أوكي. الآن هنا النسخة 8 نجمات، يجب أن نتأكد باسم النسخة الأصلية الصحيحة. نقوم بالذهاب إلى هنا إلى C ثم Program File Microsoft، نجد Edge ثم Application، تجد النسخة، هذه هي النسخة المثبتة في هذا الحاسوب. نقوم بأخذ اسم ثم أضعه في هذا المكان. أوكي. الآن دخلنا إلى ذلك الملف، نستخدم الكود الثاني هذا هو. هذا هو الكود الثاني. بمجرد الضغط أوكي فسيحدث مباشرة. قبل ذلك نستخدم الطريقة الثانية، نعود هنا إلى مكان وجود الملف، تقوم بالدخول إلى هنا هكذا ثم البحث عن install، ثم داخل هذا الملف هنا تقوم بالضغط على في لوحة المفاتيح على shift، ثم كليك يمين ماوس، ثم هنا open PowerShell، يفتح PowerShell داخل ذلك الملف. نستخدم الكود الأخير والخاص بالPowerShell هذا هو، ونضعه هكذا ثم أوكي. بمجرد الضغط على أوكي كذلك يقوم بحذفه. نستخدم طريقة CMD من هنا أوكي. كما نشاهد تم حذف الملفات كلها وتحول إلى نسخة أقدم كما نشاهد من صورتي. لا نعود إلى التطبيقات مرة أخرى ثم هكذا نعيد مرة أخرى ونشاهد كم نشاهد أن نسخة أقدم وهي نسخة 44، نعم يعني قديمة جدا. فالآن الحاسوب أصبح نوعا ما أسرع من السابق، وتمكننا من حذف تلك الترقية لمايكروسوفت إيدج. كما شاهدتم كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسى الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، سلام.